السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح نجرب اللعبة الجديدة المجانية من ايبك جيمز اللي هي لعبة جوست رانر. هاي اللعبة نزلت مجانية قبل مرة، واتوقع يمكن المرة الثانية او الثالثة حتى نزلت فيها. نزلت اللعبة وحاليا هي شغالة عندي بالخلفية، بس لسه ما شفت فيها شيء، ما فتحتها لسه. قائمة اللعبة حلوة صراحة. تمام، خليت اللعبة على الاعدادات اللي هي اعدادات ايبك. فيها خيار بتدعم الاف اس ار 1 وبتدعم الدي ال اس اس. انا حاليا مطفيهم بس عشان نشوف فرق الاداء شلون جوا اللعبة. Relax. Your implants are still adjusting to the software. I'm in a prison. I can calibrate only your basic protocols from in here. It'll have to suffice for now. تمام، بلشنا توتوريال للعبة، بقول لك شلون تتحرك. حلو. والله يا شباب، والله جرافيكس اللعبة حلو كثير الصراحة. اوكي، وهي التسلق. This is bad. You'll have to fight your way out of here. اوكي، وايش لازم نسوي؟ فري ويسبر. اوكي، في هذا الاسم ويسبر لازم نحرره. اوكي، كريتيكال فيلير. اوكي، سوي لنا اروح من هون. نطة ثانية. حلو، لازم نحرر ويسبر. في واحد هون لازم نقتله. خلينا نطلع النطة. والله الانيميشن حلو. طيب ايه الجثة وين اختفت؟ والله ما انتبهت لها، الجثة طارت ولا اختفت، والله ما بعرف ايش صار لها صراحة. بس اوكي. God, your software is a mess. والله يا شباب، والله الحركة حلوة، تحس حالك سبايدر مان بس مش سبايدر مان. You can use acceleration while in the air. هاي حركة الداش شيء حلوة صراحة كمان. Careful now. They'll be waiting for you. Initiating the sensory boost. Focus. Don't embrace the software. And go for the kill. Well done, but you won't last long in this state. You have to get me out of prison so I can get your software in order. I'm being held outside this dome zone. Okay. في واحد هذا اللي اسمه ويسبر بده يطور البرنامج تبعي، لانه انا روبوت يعني مش بشر، ف لازم بقول انه البرنامج تبعي تبع الروبوت اللي بلعب فيه مشكله، ولازم اطلعه من السجن تبعه عشان يعني يضبط الوضع. فخلينا نشوف. ضربة واحدة بموت. طيب نجرب. ضربة واحدة. يا شباب. Bruh. Look at this dude. Wait. أنا مش متعود على نظام اللعبة. يا أخي حرام، صرت ميت عنده هذا يمكن 3 مرات. هذا كل مرة، مش كل مرة بوصله يعني. بس أتوقع فهمت النظام شلون اسوي هاي تبطيء الزمن هاي وانا بالجو، ولما يطلق
بس هو بدوج سريع وباجب عليه. الله اكبر عليك ايه الحلاوه دي. لازم نشوف شلون. حلو. ليفل كومبليت بعد يا شباب. اول ليفل انه اول ليفل صرت ميت 74 موتة. تيم اوكي كونتينيو. هذا الليفل الثاني حاليا. اها حلو حلو زي الجرابلر هوك. حلو وين اروح وين اروح؟ اوكي شكل لازم اطلع على هالطول. حلو او في جرابلر هوك ثاني صح؟ ايوه هيو. ما انتبهت ايش لازم اسوي. دقيقة عيد. حلو حلو. Find myself. There's little time. حلو جدا. نسيت اسوي دوج. يلا مش مشكلة. برا. حلو. 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 فري ويسبر. وين صار ويسبر هذا؟ هناك. حلو حلو. Prisoner threat level extremely high. Extremely high. اوكي free at last. Pleasure to meet you. Okay. Face to face, that is. Now, let's take a look inside. This may feel a little strange. Them. Who am I? You're a ghost runner. Number 74, to be precise. That will have to do for now. Your physical body is vulnerable. Time runs slower here, but we should still hurry. Just keep moving. I will take care of your recalibration. Okay. قول إنه قوتي الجسدية بيض يعني بموت بسرعة طلعت مو نظاق بموت من طلقة واحدة. Why can't this place be normal? Oh, it's perfectly normal. It's you that has become incompatible. The incompetent prepares you are subjected to made you divergent. بيسألوا له ايش هذا العالم مو طبيعي. بقول له العالم طبيعي بشكل تمام بس يعني انت ما عندك التأقلم لهذا المكان. ممكن المشكلة مني انا كشخصية اللاعب انه مش عارف يشوف الاماكن بشكل كويس ممكن. اوكي جمب. تسعة عشر موتة هذيك 74 كانت. أول مرة. ديم. This is Zoe Avila of the Climbers Rebellion. If there's anybody alive out there, please respond. You said they were dead. They are. No. They are. Except for her, it seems. No one will answer this broadcast. Trust me.
I keep track of any potential assets. And a single, desperate survivor is no asset. اوكي. ما انا صرت اشك فيه شوية. لانه لو يعني هو كان عارف يمكن انها عايشة اللي قال تكلمت. بس ما قال عنها سيرة. حاسس انه هو بيخبي شيء مش عارف ايش. This is Zoe Avila of the Climbers. Please. Can anybody hear me? Anybody? This is Ghost Runner. The Ghost Runner? Jack? You're awake! Yes. How? We've been rebuilding you for months. We tried everything we could to wake you up, but you never would. It wasn't up to me. شاورما. ايش النطة الغبية هاي؟ He's here. If you were there when they came for us, it would have been different. Oh, yeah. أكثر من واحدة. أوكي. أكثر من واحدة. أكثر من واحدة. You're gonna need someone to guide you and keep an eye out for threats. What do you say? Want my help? Yes. Okay. Good. I need to move to a safer location and hook up to the network. I'll contact you once I scrounge up some gear. Zoe out. يعني في هاي الاسم زوي راح تساعدنا راح تكون يعني راح تيجي معنا راح تكون مساعدة تبعتنا. اوكي. Yes, this is it. Jump in. Jump in. Okay. Once more, take a breath, picture your destination. Go. Yes, you got them. Yeah. The enemies won't line up for you. Adapt to their movements. Sensory boosts give you time to... I see. A moving enemy is too hard a target for you. All right. Hello.
These are just bandits loyal to the Keymaster, used by her to keep the base under control. الواحد لو يقتلني طيب هاي محمية من ايش ذيك اللي هناك يلا ما عندي عس بس That's the last of them. Time to get back on track. Where to? Dharma City, of course. We'll need to use Amida Elevator Station. That's the fastest route by far. ليفل كومبليت 87 موتي والله هي كانت المرحلة كانت صعبة شوي بس يا شباب هذا راح يكون مقطع لليوم جربنا فيه لعبة جوست رانر انت بمخك بدك ترسم طريق شلون تدمر الدفاعات في الاول بعدين تقتل الجنود وشلون تتفادى هي اللعبة فيها صعوبة شوي بس نفس الوقت لعبة ممتعة والله ومن ناحية متطلبات الفريمات كانت كويسة حتى نسيت اجرب الافاسار ودي على اساس انا ما واجهت مشاكل من ناحية اوبتمايزيشن للعبة اللعبة ممتازة ما شفت فيه تقطيع ما جاني دروب فريم فريمات نوعا ما مستقرة كانت بالنسبة للعبة الانيميشن للعبة صراحة حلو كثير سريع وبنفس الوقت حلو الشخصيات كلها واحدة شخصيات الاعداء يمكن في اعداء بعدين لقدام زي بوسز واعداء ثانيين الشخصية الاساسية برضو تصميمها حلو الصراحة والله اللعبة حلوة كثير بات سرعة بديها طبعا احنا كلنا بنحب نلعب العاب على فريمات عاليه بس هاي اللعبه بدك يكون عندك مخ فريمات عالي كمان عشان تعرف تستوعب على السريع وتعرف تلعب بس شباب هذا هو المقطع ان شاء الله يكون استفدتوا استمتعتوا باللعبه تمام يا جماعه لا تنسوا اللايك للفيديو اشتراك للقناه عشان ان شاء الله كل اسبوع راح انزل التجربه على اللعبه مجانيه اللي بتنزل بايبيك جيمز ان شاء الله بس يلا السلام عليكم.